في الفيديو ده معدنا مع عطل باور في جهاز لابتوب ديل انسبايرون 1545. توصيف العميل بيقول ان الجهاز وقع فيه مية او سقط فيه مية وان الجهاز ما بيستجيبش للتشغيل، يعني الجهاز قطع باور. بحاول اشغل الجهاز وهنا الجهاز ما بيستجيبش باور فعلا. بنفك البطارية ونعمل تجربة تانية بالشاحن. هنا واضح برضو ان الجهاز ما بيستجيبش باور، معناها ان كده في مشكلة في المذر بورد داخل الجهاز، فطبعا هضطر كده ان انا افك الجهاز عشان اتست عليه. هو اعطال سقوط الميه بتتراوح من ما بين ان الكيبورد بس هي ممكن اللي تتلف، لو فيها حمايه بلاستيكيه بتمنع سقوط المياه جوه المذر بورد، وبتغيير الكيبورد طبعا هي اللي بتبقى فيها تلف فقط. بتلاقي مثلا بعد سقوط ميه او سائل في الكيبورد ان الجهاز شغال كويس جدا بس الكيبورد هي اللي باظت، فده بتغيير الكيبورد العطل بيتحل والكيبورد الجديده بتشتغل مكانها. انما لو الجهاز سقط فيه ميه جوه المذر بورد، يعني تخللت الكيبورد او ما كانش الكيبورد فيها حمايه، فده ممكن يسبب طبعا تلف للمكونات الالكترونيه اللي جوه. ممكن تلاقي اكتر من مكون تلف، ممكن تلاقي ترانزستور موسفيت في شورت سيركت، ممكن تلاقي اي سي في مشكله او محترق. فطبعا اللي بيوضح ده هو عمليات الفك. لازم اطلع على المذر بورد الاول واعمل لها فيجوال انسبكشن او زي تفتيش بصري او فحص كده مبدئي. هنا طبعا انا ببدا افك الجهاز. هو طبعا التصرف الصحيح لاي عميل ان لما الجهاز يقع فيه ميه اول حاجه تفصل عنه مصدر الكهرباء وتطفيه فورا، يعني تشيل البطاريه مثلا وتشيل الشاحن وتحاول تقلب الجهاز في وضع يسمح بعدم سقوط المياه جوه المذر بورد، يعني اقلب الجهاز على وجهه بحيث ان هو لو فيه ميه تفضل لو فيه ميه تبدا تتسرب للخارج مش للداخل، وبعدين اوديه لفني مختص او مهندس مختص علشان يقوم بفحصه. ده بالنسبه للعميل. هنا طبعا انت لما الجهاز بيجي لك بتعمل اي تيست مبدئي، لو الميه سقطت فيه من فتره طويله، يعني العميل مثلا لو قال لك ان الميه وقعت فيه من 3 ايام او 4 ايام فمعناها كده ان غالبا اغلبها جف، فممكن تعمل تيست مبدئي. انما لو لسه الميه ساقطه من او وقعت فيه مثلا من ساعات معدوده او كده، يفضل انت تسيبه يوم او يومين، او لما تفتحه تنشف، يعني لما تفتحه تبدا تجفف الميه اللي بالداخل بواسطه مناديل ورقيه تشوف الميه وقعت فين وتبدا تجففها، يعني لو هتفتحه دايركت. يعني وعلى وجه العموم السوائل اللي بتسقط في اللابتوب المشكله ان بيبقى السائل ده مش ميه مقطره، بتبقى ميه عاديه فبيبقى فيها املاح، الاملاح دي بتوصل كهرباء فممكن تعمل شورت سيركت او تعمل توصيل كهربي ما بين بصرين اثنين او ما بين اثنين رجل في اي سي او ترانزستور المفروض ان هم ما بيوصلوش مع بعض، فتعمل شورت سيركت وتوقف شغل الجهاز. وده بينطبق برضو على اي سوائل اخرى زي العصاير او القهوه او الشاي، لان دي من الاعطال الشائعة اللي كتير بتجيلك بسبب ان العميل دايما بيبقى قاعد هو شغال على الجهاز جنبه سوائل او كده، فممكن بيبقى معرض ان اي سائل يسقط جوه الجهاز. هنا واضح طبعا ان في بواقي اتربه كانت متراكمه
عند الهيت سينك اللي موجود على المروحه، فبيفضل انك تشيلها. طبعا بتبقى زي صيانه وقائيه. الحاجه اللي بتقابلك فيها خلل في الجهاز بتعملها، مش شرط العطل الرئيسي فقط يعني. طبعا لما الجهاز بيبقى ساقط فيه مياه، مش شرط ان انت تلاقي الجهاز غرقان بالمياه، ممكن نقطة او نقطتين مياه هما اللي يعملوا المشكلة كلها يعني. ممكن المشكلة كلها تكون بسبب ان فيه قطرتين تسربوا للداخل، فمش شرط اول ما تفتح تلاقي مياه. احيانا بعد ما بتفك الكيبورد بتلاقي فيه كمية كبيرة من المياه، فممكن تبدأ تجففها. هنا احنا بنفك الكابلات الخاصة بالانتنة الموجودة في كارت الوايرلس. وزي ما اتفقنا في اعطال سقوط السوائل جوه الجهاز، لو العميل بيقول لك ان الجهاز لسه ساقط فيه سوائل من ساعه او من ساعتين، طبعا يفضل ان انت تسيب الجهاز يجف وبعدين تبدا تشتغل فيه، تبدا تتست عليه. ولو هو قال لك ان هي من فتره طويله، من 3 ايام او من يومين مثلا، ممكن تبدا تشتغل دايركتلي وتعمل تيست الاول على الجهاز تشوفه ايه ظروفه، لان طبعا ساعات لما السوائل بتجف الجهاز بيشتغل بصوره طبيعيه. واحيانا لما يبقى في كميات كبيره من السائل ساقطه جوه، والسائل ده مثلا مالح او فيه سكريات، حتى لو جف جوه بتلاقي برضو الجهاز فيه مشكله او فيه شورت سيركت. يعني على حسب تعامل العميل مع الجهاز، هل هو شال البطاريه في الاول وشال الشاحن وسابه فتره ينشف، ولا شغله كذا مره بعدها، وعلى حسب طبعا كميه السائل اللي سقطت، وهل هي سقطت جوه البورده ولا لا. كل ده انت بتعرفه طبعا اثناء الفحص. هنا طبعا فكينا الكابلات الرابطة الشاشة بالمذر بورد، والكابلات الخاصة طبعا بأي حاجة، بحيث ان يبقى سهل عليا ان انا افك المذر بورد. بتابع عملية فك بقية الكابلات. هنا انا بفك الكيبورد الخاص بالتاتش بان، واي كابلات اخرى متصلة لازم افكها طبعا قبل ما افك الفريم اللي اسفل الكيبورد. ولو حصل ان انت قابلت اعاقة في عملية الفك، يفضل ان انت تطمن طبعا لو في مسمار نسيت تفكه في الجانب السفلي، لان ده هو اللي ممكن يبقى ماسك الفريم العلوي.
وفي النهاية بكون فكيت الفريم اللي موجود أسفل الكيبورد، وكده واضح قدامي المذر بورد الخاصة بالجهاز والهارد ديسك. بنبدأ طبعا نفك الهارد ديسك في الأول. بنعمل طبعا فيجوال انسبكشن، وممكن تستخدم عدسه عشان التفتيش البصري، بتبص بعينك على يعني يكون في اي حاجه شاذه موجوده تدل على وجود مياه. واضح هنا قدامي ان عند الكونكتور الخاص بالكيبورد في زي طبقه املاح، وده بيدل على ان كان في هنا مياه موجودة من فترة، والمياه دي جفت وبقى هنا الأملاح. فالأملاح هنا واضح قدامنا طبعا إنها موصلة كذا بن في بعضها في الكونكتور الخاص بالكيبورد، فطبعا هي دي ممكن تكون سبب الشورت سيركت اللي مخليه الجهاز ما يقومش باور ومسببة العطل. طبعا حاجة زي كده بيتم تنظيفها بواسطة مذيب عضوي. احنا هنا بنستخدم تينر والفرشة المخصصة للتنظيف، بحيث ان انت تزيل طبقة الأملاح دي من على سطح البوردة او من على الكونكتور اللي هي موجودة عليه. ويفضل برضو تنظيف الكونكتور من الداخل، يعني مش المنطقة اللي فيها الاملاح فقط، لان ممكن يكون في حاجة انت مش شايفها، فبتنظف الايه الكونكتور من الناحيتين علشان تطمن ان مفيش اي طبقة املاح موجودة تاني. هنا طبعا احنا اكتشفنا الطبقة دي بالتفتيش البصري، يعني انت بتبص بس بعينك بتشوف اي حاجة تدل على وجود سوائل في مكان ما، لان طبعا انت ما تعرفش طبيعة السائل اللي واقع، ممكن تكون بواقي قهوة تلاقي مثلا لون غامق او شاي او مية زي ما هنا كان واضح قدامنا، المية طبعا مخلفة بعدها اثار املاح بعد جفافها. بعد تنظيف طبقة الأملاح اللي كانت موجودة على الكونكتور الخاص بالكيبورد، ببدأ أوصل الكابلات اللي كانت مرتبطة بالمذر بورد. هنا أنا وصلت طبعا الكابل الخاص بالباور باتون اللي هو خاص بزرار التشغيل علشان أطمن إن الجهاز بدأ يشتغل، وهنا واضح قدامنا إن المروحة الخاصة بالتبريد بدأت تلف، يعني معناها إن الجهاز خد باور. ده زي تيست مبدئي علشان أطمن إن العطل اتحل، أنا لسه ما جمعتش حاجة ولا ركبت أي حاجة، أنا وصلت بس الكيبورد الخاص بالباور باتون وبتست بس لمدة يعني ثواني معدودة. ببدأ دلوقتي اركب الهيت سينك وبقية المكونات اللي انا فكيتها قبل كده علشان اقفل الجهاز واعمل عليه اختبار نهائي واطمن ان العطل اتحل تماما. هنا انا عملت تيست طبعا بعد ما ركبت الشاشة، والجهاز هنا واضح طبعا ان هو دخل بدأ يعني يظهر بيانات على شاشته، والشاشة كان واضح ان فيها خطوط، بس طبعا ده مش مشكلتي دلوقتي، انا اهم حاجة عندي ان الجهاز خد باور.
وطبعا اهم حاجه هتعملها بعد التركيب ان انت تعمل اختبار للكيبورد. يعني بعد تجميع الجهاز اهم حاجه هتعمل اختبار للكيبورد، لان ممكن الكيبورد تكون تلفت بسبب سقوط المياه فيها، لان كان الاملاح واضح انها متجمعه عند الكونكتور الخاص بالكيبورد. بعد تجميع الجهاز بعمل تيست اخير بان انا بوصل طبعا كابل الشاحن، وهبدا ادي الجهاز باور دلوقتي. احنا قلنا طبعا بعد اصلاح العطل ده لازم اطمن على الكيبورد. هنا واضح ان الجهاز طبعا ظهر عليه بيانات وان هو داخل دلوقتي على نظام التشغيل. الشاشه طبعا هنا فيها خطوط هي معيوبه، بس زي ما قلنا ده مش عطلنا الاساسي، الجهاز ما كانش بياخد باور واحنا قومنا باور. بقيه الحاجات دي بقى العميل بيحددها، لكن كان عايز يغير الشاشه ولا لا. هنا الجهاز دخل على نظام التشغيل لان الخطوط اللي في الشاشه دي ما كانش واضحه قبل كده لان الجهاز ما كانش بياخد باور. فانت اهم حاجه صلحت العطل الاساسي ودخلنا دلوقتي على نظام التشغيل. ابدا اهم حاجه بعد تركيب الكيبورد ان انا اتست على الكيبورد اشوفها هل هي سليمه ولا لا. احنا هنا التاتش باد شغاله معانا عادي، بتفتح ملف تكست عادي خالص ملف نصي وتبدا تجرب الازرار الخاصه بالكيبورد زرار زرار. يعني تفتح ملف التكست ده وتبدا تجرب الارقام والحروف كلها تشوف هل هي سليمه ولا لا. لو هي سليمه يبقى خلاص اوكي كده الكيبورد اوريدي شغاله. لو مش سليمه طبعا بتخطر العميل تقول له ان هو هيبقى محتاج يغير كيبورد لانها تلفت.